الله يرحمها صباح، أول شيء شوف اسمها صباح، ومن جماليات القدر أنها توفيت في الصباح. صباح توفيت في الصباح. صباح لم تعد فنانة، صباح أصبحت رمز. حتى الآن لما يطلع من البنات الصغار واحدة موهوبة يقولون يا الله صباح كأنها صباح وكذا، لا يقولون أم كلثوم ولا يقولون فيروز شيء. فصباح بشكلها وتكوينها وخفة دمها كونت إنها تكون رمز، يعني رمز لأي صوت جميل. صباح أيضا مجموعة مواهب، صباح 84 زي ما يقول الأخ مصعب، فيلم أغاني بالآلاف، إحنا وحنا صغار فستق حلبي سوداني كنا نردد وراها، أعطتنا ثقافة، أعطتنا أنه بلدان ما يعني أنا الحلبي أول مرة أسمع في حياتي من أغاني صباح وأنا صغير جدا. صباح سوى تقول حب عمري وأعشق الحياة، يعني صباح يا أبو سعد مثال للمرأة أو للإنسان الذي يقاوم الشيخوخة، يقاوم اليأس، يقاوم القنوط. صباح حتى أمس وهي تغني للحياة، يعني كأنها تبتعيش أبدا. صباح أيضا تعددت زواجاتها، تزوجت كثير، وعندما سألوها في أكثر مقابلة ليش تزوجين كثير قالت مش أحسن من هيك وهيك، يعني كل شيء كانت تنظر له إلى أن يكون شيء حلال. لو أيضا